دار صنعاء الدولي 4 سنوات على الإغلاق، والخاسر الأكبر هو المواطن. وفي لبنان، منظمة المرأة العربية تعقد مؤتمرها 8 في ظل تزايد العنف الأسري. وميزانية الأردن عجز ب3 مليارات، والحكومة تلوح بضرائب جديدة. برنامج اليوم مع باسل صبري ولين البوديري. مرحبا بمشاهدينا في كل مكان من استديوهاتنا في دبي، نرحب بكم في صباح جديد من برنامج اليوم. صباحك خير يا باسل. صباح الخير عليك وعلى مشاهدينا الكرام. طبعا أكثر من 4 سنوات مرت على الإغلاق المتواصل لمطار صنعاء الدولي، الإغلاق الذي خلف وراءه مأساة إنسانية كبيرة. فلا شك في أن إغلاق المطار تسبب في الكثير من الأضرار على الجوانب الاقتصادية والصحية، وفي الحقيقة جميع جوانب الحياة المدنية لليمنيين. بالفعل باسل، يعني تكبد مطار صنعاء في اليمن خسائر كبيرة جراء الحرب المستمرة واقتصاره على طائرات الأمم المتحدة والمساعدات الإنسانية، ويطالب مرضى يمنيون بإعادة فتح المطار حتى يتمكنوا من السفر للعلاج، فيما يتهم الحوثيون التحالف بقيادة السعودية بالتسبب في الخسائر المادية والاقتصادية التي سببها إغلاق المطار. منذ آب أغسطس 2016 ومطار صنعاء مغلق أمام الرحلات التجارية والمدنية باستثناء الطيران التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية. هذا الإغلاق دفع محمد علي أحد سكان العاصمة صنعاء إلى مغادرتها برا في رحلة طويلة وشاقة إلى مدينة عدن جنوبي اليمن بهدف السفر عبر مطار عدن للعلاج خارج اليمن. صراحة المشقة كبيرة التي عانيناها في سفرنا إلى عدن نتيجة سفرنا إلى القاهرة للعلاج، من ناحية الطريق ثم من ناحية التكاليف. تقول حكومة صنعاء إن إغلاق المطار تسبب في كثير من الأضرار على الجوانب الإنسانية والصحية، وإن آلاف الحالات تعرضت للوفاة بفعل إغلاق المطار أمام جمود موقف المجتمع الدولي. باتت المسافة بين صنعاء وعدن تشكل هم وعبء كبير على هؤلاء المواطنين وخاصة المرضى من عدة نواحي. إلى ذلك كشفت سلطات مطار صنعاء عن الخسائر المباشرة لاستهداف مطار صنعاء من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، والتي بلغت أكثر من 150 مليون دولار، حتى في وجود بعض رحلات الأمم المتحدة وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي حسب سلطات المطار. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا من القاهرة وليد الإبارة، مدير مركز الدراسات والبحوث في وزارة حقوق الإنسان اليمنية. مرحبا بك معنا أستاذ وليد. يعني أبدأ معك أنه من الجانب الإنساني، كيف تأثر المواطن اليمني من إغلاق المطار كل هذه المدة؟ هناك إشكالية فيما يتعلق بمطار صنعاء. صحيح أن إغلاق المطار هناك شريحة المرضى بسبب انهيار القطاع الصحي باليمن، هو يعمل فقط بنصف طاقته، وبالتالي الكثير من الأسر تريد أن تذهب إلى العلاج في الخارج، وبالتالي هناك صعوبات فيما يتعلق بالتنقل بين المحافظات بسبب الحرب، هذا بلا شك، بالإضافة إلى أن هناك تبعات مالية أو تكاليف مالية إضافية بسبب أن هناك فقط طيران اليمنية هو الوحيد الذي يذهب ويأتي إلى من مطارات اليمن، خصوصا في الجنوب في من حضرموت ومن سيون أيضا ومن عدن. ولكن بدرجة رئيسية كان الحكومة الشرعية في اتفاق أثناء اتفاق السكوم أو ما يسمى باتفاق السكوم، كنا قد وافقت الحكومة الشرعية على القبول بفتح مطار صنعاء مقابل أن يتم تفتيش الطائرات في عدن لدواعي أمنية. أيضا الحوثيون أيضا هناك دول متورطة بتقديم السلاح لهم، وبالتالي من الصعب أيضا فتح. طيب دعني أستوضح نقطة مهمة جدا، يعني مع إغلاق المطار يتم السماح مع ذلك بدخول المساعدات الإنسانية، أليس كذلك؟ نعم، يتم السماح بالمساعدة الإنسانية، وأيضا منذ العام 2020 يتم السماح أيضا للحوثيين بنقل جرحاهم عبر طائرات الأمم المتحدة إلى عمان. يعني أيضا أستاذ وليد، بحسب حكومة صنعاء تسبب إغلاق المطار في خسائر كبيرة. يعني تحدثنا عن الجانب الإنساني، دعنا نتحدث عن التأثير الاقتصادي من هذا الإقفال.
أولا نحن نتحدث عن إغلاق جوي لمطار واحد، هناك مطارات متعددة في الجمهورية اليمنية، وبإمكان المواطنين صحيح أن هناك صعوبة في التنقل البري ما بين المحافظات بسبب الحرب، هذا بلا شك، ولكن أيضا هناك مطارات مفتوحة وبإمكان المواطنين أن يذهبوا. إغلاق مطار صنعاء وما يحدث أيضا من تبعات اقتصادية هذه يتحملها بدرجة رئيسية الحوثيين، بإمكان الحوثيين أيضا أن يوافقوا على السلام. نحن في الحكومة الشرعية بدرجة رئيسية لا نريد من الحوثيين غير السلام، نريد فقط سلام وفق أيضا المرجعيات وأيضا القرارات الدولية، وبالخصوص تقرير القرار 2216، هذا ما نريده في الحكومة الشرعية من الحوثيين، لا أحد يريد منهم أكثر من ذلك. الحوثيين بإمكانهم أن ينهوا هذه المأساة برمتها، فقط عليهم الانسحاب من مؤسسة الدولة وأيضا السماح للشرعية الدستورية بالعودة لممارسة مهامها أيضا، وبالتالي سيكون هناك تحسن كبير في كل جوانب الحياة. سؤالنا الأخير لك، وعلى الجانب الإنساني أيضا، هو عن أزمة فيروس كورونا، كيف زادت أو عمقت هذه الأزمة من الأزمة الصحية الموجودة أساسا في البلاد؟ في الحقيقة لا يوجد حتى هذه اللحظة دراسات دقيقة حول التداعيات فيروس كورونا، وبالتحديد على الجانب الصحي أيضا أو حتى على الجانب الاقتصادي، خصوصا مع تعطل الكثير من أجهزة ومؤسسات الدولة. الحوثيين للأسف الشديد في المناطق التي يسيطرون عليها لم يكن هناك شفافية فيما يتعلق بالإحصائيات وأيضا البيانات، وبالتالي هذا عطل قدرة الباحثين أيضا والمراقبين أو المتابعين للشأن الصحي في تقدير موقف حول تداعيات كورونا. لكن بالمجمل لقد عانى اليمنيين كثيرا بخصوص هذه الجائحة، أولا من الناحية الاقتصادية، الكثير من الدول المانحة التي كانت تدعم خطط أو تدعم خطط الاستجابة الإنسانية قلصت مساعدتها في العام 2019، كان هناك تقريبا 3.4 مليار إجمالي حجم المساعدة المقدمة لخطط الاستجابة الإنسانية. في العام 2020 لم تتجاوز إجمالي المساعدات 200 مليون دولار، وبالتالي أيضا الكثير من المؤسسات الدولية التي تدعم منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق في بناء القدرات والتشبيك أيضا والرصد إلى آخره، كل هذا تضرر بشكل كبير جدا. شكرا جزيلا لك الأستاذ وليد الإبارة، مدير مركز الدراسات والبحوث في وزارة حقوق الإنسان اليمنية، شكرا جزيلا لك. العنف المنزلي أصبح جائحة خفية في ظل الجائحة الصحية، هذا الوصف جاء بعد ارتفاع نسب العنف الأسري عالميا وعربيا، وتحديدا في لبنان سجلت الأجهزة الأمنية ارتفاعا في حالات العنف المنزلي بنسبة حوالي 95% وفقا لقوى الأمن الداخلي، بينما سجلت الجهات المختصة وقوع أكثر من 3 نساء ضحايا للعنف المنزلي ليفقدن حياتهن على يد الزوج خلال الأشهر الأخيرة الماضية. يعني وفي ذات السياق أكد مركز الموارد للمساواة بين الجنسين أبعاد أنه شهد تزايدا في عدد المكالمات على خط المساعدة الخاص به، ليصل عدد الشكاوى للتعرض للعنف الأسري إلى 4127 مكالمة خلال عام 2020، بعد أن كان يسجل نحو 1375 في عام 2019. ولبحث هذه القضية وغيرها من القضايا التي تخص النساء، تستعد منظمة المرأة العربية لعقد مؤتمرها 8 في 23 من فبراير في بيروت، افتراضيا طبعا، تحت عنوان المرأة العربية والتحديات الثقافية، بمشاركة وكلمة من الرئيس اللبناني ميشيل عون، يتناول فيها أوضاع المرأة العربية عموما وفي لبنان خصوصا، والقواعد التي ينبغي اعتمادها لتفعيل دور المرأة العربية إزاء التحديات الثقافية. خلف جدران البيوت تختبئ مئات القصص عن نساء يواجهن تحديات كثيرة من عنف لفظي وجسدي يتعرضن له يوميا، وفي الشارع حكايات تحرش لا تنجو منه المرأة حتى في مكان عملها. كل ذلك أضيف إليه ما تمثله الأزمة الاقتصادية في البلاد من تحديات لها. ما في شك أنه الأزمة الاقتصادية هي على المرأة والرجل، ما فينا نقول أنه هي بس على المرأة، هي على المجتمع اللبناني ككل، وفي كتير أرباب عمل خسروا وظائفهم، بس كمان المرأة عندها وضع خاص، لأنه كمان المرأة هي مسؤولة عن الأسرة مثل ما قلنا بأذهاننا، كل شيء بكل الواجبات المنزلية هي مسؤولة عنها، وبنفس الوقت بتشتغل وتحديات كبيرة، وإذا فقدت شغلها كمان
كمان التمكين الاقتصادي كتير بأثر على حميتها. نحن بنعرف إنه الاستقلالية المادية بتخلي المرأة تكون أقوى، بتخليها تبلغ عن العنف أكثر، وبتخليها ترفض العنف وتواجهه. هذه التحديات التي تواجه المرأة تسعى منظمات حقوقية جاهدة لدعمها وتمكينها للصمود في وجهها، وهذا ما يهدف إليه المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية الذي يعقد مؤتمره الثامن افتراضياً من لبنان تحت عنوان المرأة العربية والتحديات الثقافية. هيدا المؤتمر اللي هو بيرصد لواقع ثقافي للمرأة العربية ولأهم التحديات اللي هي بتعيشها والمعوقات اللي بتحول دون وصولها وتحقيقها للهدف الخامس من الأجندة 2030 الأممية اللي تبنته معظم الدول العربية اليوم، وهو تحقيق المساواة على الصعيد الحقوقي، القانوني، الاقتصادي، التربوي. المرأة العربية بين التراث والحداثة، دورها في الفن والأدب والتنشئة والاقتصاد، فضلاً عن دورها السياسي وتعزيز صمود المجتمع، كلها محاور يتناولها المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية على أساس أنها تجسد أبرز التحديات أمام المرأة العربية واللبنانية. تصاعدت وتيرة العنف الأسري في لبنان مسجلة ارتفاعاً وصل إلى نسبة 96% في شهر فبراير الحالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت بحسب تقارير القوى الأمنية، رقم يضاعف مسؤولية الدولة من جهة والجمعيات من جهة أخرى للتنسيق معاً دفاعاً عن حقوق المرأة. من بيروت، جوال الحجموسة، الحرة. للمزيد تنضم إلينا الآن من بيروت وعبر سكايب رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية السيدة كلودين عون. صباح الخير عليك سيدة كلودين. يعني اليوم هذا المؤتمر يعقد في لبنان بينما تسجل الجهات الأمنية والحقوقية ارتفاعا اقترب من 100% في نسب العنف ضد النساء، يعني كيف تقرأين هذه النقطة؟ هل هي مفارقة أم ضرورة؟ للأسف بقول أنه ضرورة. هلأ أكيد المؤتمر لأنه لبنان مترأس المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية وبتنتهي ولايته بآخر الشهر، نحن كان علينا نحضر لهذا المؤتمر، وكان التحدي أنه نقدر ننظم مؤتمر حتى لو افتراضيا بهذه الظروف الصعبة. وارتفاع نسب العنف مثل ما أنتوا حضرتكم هلأ قلتوا هذه ظاهرة عالمية، لأنه الضحية موجودة محجورة مع المعنف بالمنزل، وهذا أكيد بيعرض للخطر أكبر. أستاذة كلودين، يعني لبنان عدل مؤخرا قوانين التحرش والعنف الأسري وحصد على ثناء عالمي، لكن نسب العنف يعني ما زالت مستمرة وما زالت في ارتفاع، يعني هل هنالك أي ثغرات قانونية يمكن أن نتحدث عنها؟ هلا في قانون التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، هيدا قانون جديد يعني أقر ما كان موجود، ما عدل، دونك عم بتدخلي مفاهيم ثقافية جديدة على المجتمع، وهيدا بدها خطة عمل، ونحن أكيد بلشنا ننفذ خطة العمل للتوعية وشو معناتها، شو المفهوم تبع التحرش الجنسي، لأنه عم بتغير ممارسات خاطئة موروثة من عصور، يعني منا هينة ترجع تسقف مجتمع. أما قانون حماية المرأة من العنف الأسري، هذا قانون أقر بال 2014 ونحن عدلنا تنأمن حماية أكبر. من بعد الممارسة اشتغلنا مع وزارة العدل ومنظمة كفا تنشوف وين الثغرات، واقترحنا دونك تعديلات وأخذوا ببعض مجلس النواب، وهول أكيد التعديلات بأمنوا حماية أكبر للمرأة ولأولادها، خاصة المادة يلي بتحمل الأولاد تحت السن، يعني تحت 18 سنة بقرار الحماية المؤقتة مع الأم، لأنه قبل كان ما يطلع قرار الحماية للأولاد القاصرين، كان يبقوا مع المعنف المنزل. طيب سيدة كلودين، هذا المشهد ليس فقط في لبنان بل يتكرر على المستوى العربي في مناطق كثيرة عربيا، وهنا سؤال يعني ليس سؤالي أنا الشخصي ولكن ربما صوت الرأي العام، ماذا بعد عشرات المؤتمرات والندوات لدعم النساء؟ هل تغير واقع المرأة العربية للأفضل فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
هلأ اكيد صار في تقدم، اكيد صار في حقوق ما كانت موجوده بالقوانين، وكرت كثير قوانين بكل الدول العربيه، بس للاسف وبكل حزن بقول لك انه بعد عايزين نحن عشرات المئات من المؤتمرات تنقدر نغير ثقافه موجوده، ثقافه سلطه الرجل على المراه يلي بيعتبر انه بيقدر يتصرف بجسدها يعني يعنفها. هيدي العلاقه بالثقافه بالاخلاق والتربيه، وهيدي لكل حزن يعني بقولها بدها كثير وقت تقدر تشتغل عليها للأجيال القادمة. أيضا أستاذ كلودين، يعني لما عم نتحدث عن تحديات مضاعفة تقع على النساء خلال الجائحة، كيف أثرت الجائحة على نسب العمل والبطالة للنساء أكثر من الرجال؟ هلأ بلبنان لأنه نحن عم نواجه أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يعني ما قبل الجائحة، يعني هذا سوق فرص العمل يعني بطلت متيحة للرجال والنساء. هلأ مشاركة النساء بالحياة الاقتصادية هي كمان منا بنسب مرتفعة، يعني تقريبا بلبنان 25%. هلأ هذا رح يتأثروا فيه الرجال والنساء بلبنان أكيد مع الجائحة، في كتير شركات عم بتسكر، بس السيدات أنا بقول لك في القطاع الغير الرسمي السيدات النساء كتير نشيطات اقتصادية بلبنان هلأ، بخاصة مع الانترنت والأونلاين، وهذا الشيء بده دراسات جديدة، بده أكيد سياسات جديدة تعتمد لتمكينهم ودعمهم وحمايتهم من مجال الاقتصادي. طيب اليوم من هو المسؤول عن سد الفجوة الموجودة فيما يتعلق بالعمل بين الرجال والنساء؟ هل هي منظمات المجتمع المدني والحقوقي فقط؟ وأين هي مسؤولية الدولة في رأيك الشخصي؟ هلا نحن كهيئه وطنيه لشؤون المراه بلبنان بمهامنا القانوني هو عندنا دور تنسيقي، وهذا اللي عم نلعبه بين المجتمع المدني والدوله. هلا المسؤوليه مشتركه، بالنهايه الدوله هي اللي بتعد السياسات والاستراتيجيات وبتعدي القوانين وبتامن حمايه وحقوق اكثر، والمجتمع المدني اكيد هو بالتنسيق مع الدوله كمان بيقر قوانين وبيقترح، بيكون صوت الناس على الارض. يعني نحن هذا الدور عم نلعبه بشكل كبير، وعندنا كتير برامج هلأ لتمكين المرأة اقتصاديا، وعم نشتغل على يعني مع في مشروع كبير مدعوم من World Bank، عم نشتغل على النيرسريز، على workshops trainings، على كتير أمور يعني تنقدر ندعم المرأة بقدراتها والاقتصاد خاصة. أيضا ماذا على صعيد الإنترنت والفرص الجديدة اللي تم يعني تمكينها وخلقها للنساء، كيف يمكن تمكين المرأة للاستفادة من هذه الفرص؟ يعني بإعداد ترينينجز وووركشوبس، يعني في كتير برامج فعلا، في كتير دعم من المنظمات الدولية بهيدا الخصوص، والهيئة الوطنية عم نحن بعد يعني هلأ كتير عم نشتغل أونلاين أصلا كلنا بالبيوت، بعد في حجر صحي بلبنان، وعم بيصير في كتير برامج أونلاين لتمكين المرأة. يعني بدنا نتشكر، بس اكيد اكيد هذا الشيء بده استراتيجيه وطنيه يعني على صعيد سياسات الدوله، يعني اكيد. يعني بدنا نشكر وجودك معنا رئيسه المجلس الاعلى لمنظمه المراه العربيه كلودين عون، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ما زلنا في ملف المرأة العربية، لكن هذه المرة سنتحدث عن السعودية، حيث كان هناك ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإعلان وظيفة يعني كانت للرجال فقط. يعني هذا الموضوع كلمة غريبة جدا، أكيد أثارت يعني الكثير من الجدل. أكيد يعني البعض استغرب، البعض أنه اعترض على هذا الموضوع، لكن نشرت مؤسسة أهلية إعلانا عن وظائف عبر حسابها في تويتر، وكان من شروطها الخبرة بمجال إدارة مشاريع والبرامج المجتمعية وأنها للرجال فقط. يعني أيضا قامت إحدى المتابعات بالتعليق على المنشور متسائلة عن رأي وزارة الموارد البشرية في التمييز بين الرجل والمرأة في يعني الوظائف، كما نتابع يعني يعني هون التغريدة. صحيح، عموما يعني رد الوزارة لم يتأخر، رد الوزارة على هذه التغريدة لأنها أوضحت أن العمل حق للمواطن وأن جميع المواطنين متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء في الإعلان أو عند التوظيف أو حتى أثناء أداء العمل.
لكن يعني دعونا نتعرف ونرى كيف تناولت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخبر، حيث دار جدل كبير في الفضاء الإلكتروني. نبدأ هنا بتغريدة دعاء علي التي غردت مدافعة عن حقوق النساء سنين والدعم والتوظيف للرجال فقط، نادرا كنا نسمع بوظائف للنساء، الآن حتى التفتوا إلينا. فيما عبر حساب فواز السيسي عن الفرق بين العدل والمساواة، وقال: هل من المنطق ألا تكون هناك وظائف مخصصة على الرجل أو وظائف مخصصة على النساء؟ هناك فرق بين المساواة والعدل. العدل أن تتاح وظائف مخصصة لكلا الجنسين، لكن تعاقب جهة بتخصيصها وظيفة للرجال فقط، فهذا حكم جائر. فيما تساءل أبو مازن عن الخطأ في الإعلان وقال: قد يكون هذا العمل مناسب لجنس دون آخر، فمثلا لو صالون تجميل نساء إلى طلب موظفات فقط، هل ستعترضون وتقولون لماذا لا يكون الإعلان للجنسين؟ في مجتمعنا هناك أعمال للرجال لا تتناسب مع النساء، وهناك أيضا أعمال للنساء لا تتناسب مع الرجال. نختتم هنا بتغريدة لأبو سليمان الذي حاول إيجاد مخرج للشركة، وقال: كان الأجدى بالشركة أن تنشر إعلان التوظيف دون شرط للرجال فقط، وعندما تتقدم إليه العروض يقوم بفرز الرجال وتكون النتيجة كما تريد الشركة. عموما للمزيد معنا من الرياض عبر سكايب الباحثة الاجتماعية سيدة أماني العجلان. صباح الخير عليك سيدة أماني. يعني في البداية لو استمعتي معنا لهذه التعليقات أو التغريدات التي تناولت هذا الموضوع الجدلي، يعني أريد أن أعرف في البداية يعني رأيك في هذه التعليقات. في البداية صباح الخير لكم جميعا، وأنا شفت التعليقات طبعا على الموضوع. الأمر هنا أنه شركة هي التي قامت بنشر الإعلان، ولم يكن هو ضمن أنظمة الدولة، بالعكس المادة الثالثة تحرم على الشركات تخصيص وظائف لجنس دون الآخر بغض النظر هي نساء أو رجال، ما لم تكون محكومة بظروف معينة كأعمال مثلا الصرف الصحي أو البناء أو البناء مثلا، أو كما ذكر الأخ أنه عمل في صالون نسائي مثلا. طب هل هناك ظروف مثل هذه؟ هل هناك دوافع بالفعل من الممكن أن تبرر أن يعني وجود هذه الجملة في هذا الإعلان؟ لا يمكن تبرير عمل الشركة بهذا الإعلان، بالعكس لقد أوقعت عليها غرامة 20,000 ريال، أي ما يعادل 8,000 دولار على الإعلان الذي تم نشره، لأن ما قامت به الشركة مخالف لأنظمة العمل في المملكة العربية السعودية. أستاذ أماني، يعني ذكرت جزئية أن القانون يعني لا، يعني ليس هنالك من حق أي شركة أن تطلب موظفين ذكور أو إناث، لكن خلينا نوضح أكثر هذا الموضوع. يعني هل هو أنه فعليا قانونيا لا يجوز أيا كانت الوظيفة أنه تحدد الجنس؟ صحيح، أيا كانت الوظيفة ما عدا زي الاستثناءات التي ذكرت بعضا منها، اللي هي أعمال الصرف الصحي أو البناء التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة، هذه الأعمال مذكورة في نظام العمل، ويوجد بنود مفصلة، حيث توجد بنود مفصلة للمرأة تحديدا وللرجل في بعض الأمور، ولكن في كافة الأعمال التي متاحة في الشركات، في أعمال الصناعة، في التجارة، في أي عمل كان، لا يحق لأحد أن يستثني جنس دون الآخر. فالأعمال متاحة للجنسين، وهذا ضمن خطة تمكين المرأة التي تتوافق مع رؤية 2030، والتي تسعى إلى رفع اليد العاملة النسائية في فيما يخص الرؤية. صحيح، وهو يعني ما يؤيد أيضا كلامك في أن هذه الوظيفة ليست فيها أي متطلبات يعني تستدعي وجود صحيح. رجل بدلا من مرأة، هي أنها لمدير مشاريع وبرامج مجتمعية، يعني وظيفة يمكن بالعكس للنساء أصلاً الشركات أن تقوم بها مطالبين مطالبين الشركات حسب كما ذكرت لكم، حسب خطة تمكين المرأة في العمل التي تتوافق مع رؤية 2030، يطلب من الشركات وجود العنصر النسائي، بل وقد وضعت شروط لتوفير العنصر النسائي وتوفير الأمور التي تتناسب مع احتياجاتهم، كأن يكون هناك مثلا دار رعاية للأطفال إذا كان عدد النساء العاملات في هذه الشركة يفوق 100 سيدة، تلزم المنشأة بوضع دار حضانة لتسهيل عملية عمل المرأة، أيضا تمنح المرأة بعض
الحقوق كأن تحصل على 4 أسابيع إجازة براتب ما قبل الولادة وست أسابيع بعد الولادة. طيب على أعتقد أنه تفضل. لا أريد أن أسألك على أرض الواقع، يعني من أين نبعت هذه المشكلة؟ هل جانب مهم منها التوعية؟ هل لا يزال المجتمع بحاجة للمزيد من التوعية بدور المرأة وحقوقها، وهذا الموضوع مستمر منذ عقود؟ لا نغفل أنه ما زال هناك جهل من بعض أصحاب الشركات وأيضا العاملين في قطاع الـ HR. أنا لا أعلم خلفيات هذه الشركة وأين مقرها تحديدا، إذ تتفاوت نسب الوعي بقوانين العمل عندنا بحسب المنطقة وحسب من يقوم بأداء المهمة. أحيانا نجد هناك يد عاملة أيضا أو مسؤولة أو مسؤولين عن الـ HR أو الموارد البشرية في بعض الشركات من الجنسيات العربية أو الأجنبية، وغالبا يتم إبلاغهم أنه مثلا نحتاج وظيفة رجل في هذه الوظيفة، يعني كون هناك امرأة فإذا نحتاج رجل فيتم كتابة أو صياغة الإعلان حسب ما طيب سمعه الموظف. لا أعلم. طيب هل التكنولوجيا أيضا دور في هذا النوع من التوعية؟ لأن يعني كما شاهدنا يعني قامت مواقع التواصل الاجتماعي بإثارة هذا الموضوع من الأساس، وأيضا تمت الإشارة لحسابات وزارة العمل والموارد البشرية وجميع القطاعات الحكومية، لأن التواجد الإلكتروني أصبح يعني ضرورة، وقامت أغلب يعني كل الوزارات السعودية بكل القطاعات بإيجاد حسابات للتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر مواقعها الرسمية لتلقي أي بلاغات. وأعتقد أن خلال السنوات الماضية القليلة شاهدنا نشاط مثلا وزارة التجارة في مكافحة التستر، في عدم في الإفصاح عن الإعلانات الوهمية، في أيضا تلقي البلاغات حول ما يعني يتم عمله تجاه المرأة أو الرجل، ولكن أنا أتكلم عن المرأة تحديدا كونها الأجدد في بعض القطاعات وبعض الأعمال. يعني نشكر مشاركتك معنا من الرياض وعبر سكايب الباحثة الاجتماعية أماني العجلان، شكرا جزيلا لك. أقر مجلس النواب الأردني ميزانية العام الجاري بأغلبية الأصوات، ميزانية وصفها رئيس الوزراء بالصعبة، فيما لوح وزير المال باتخاذ قرارات مؤلمة كفرض الضرائب وتخفيض الرواتب. هذه التلويحات قوبلت بانتقادات من قبل بعض النواب الذين طالبوا بالابتعاد عن جيب المواطن وتخفيض نفقات الحكومة بدلا من ذلك أو البحث عن حلول أخرى. على كل حال إقرار الميزانية سيكون الآن بانتظار إقرارها من قبل مجلس الأعيان ليتم إقرارها بشكل رسمي. هذه المستجدات تأتي في وقت دخلت البلاد بانتكاسة جديدة مع وصول أعداد الإصابات بكورونا لأرقام قياسية. يعني وفيما يخص الميزانية الجديدة للعام 2021 يقدر حجم النفقات بحوالي 14 مليار دولار، أما على صعيد الإيرادات فتشير الأرقام أنها لن تتجاوز 10 مليارات. على هذا الأساس تقدر نسبة العجز بحوالي 3 مليارات دولار، وكان حجم النفقات خلال العام الماضي بلغ حوالي 11.5 مليار دولار، فيما لم تتجاوز نسبة العجز 1.5 مليار دولار. طبعا من المهم أن نشير أنه في الأردن تواصل مستويات البطالة ارتفاعها للسنة السادسة على التوالي يلين بحسب بيانات منتدى الاقتصاد الأردني الذي يحذر من تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية على حياة الناس. بيانات المنتدى سجلت ارتفاع البطالة لحدود 25% نهاية العام 2020 بفعل جائحة كورونا، بعد أن كانت تقف عند مستوى 19.3%، وكنتيجة للبطالة يتوقع محللون أن تتخطى نسبة الفقر النسبة المعلنة من قبل الحكومة والبالغة حوالي 15.7%. هذا طبعا لأنه في مقابل دخول 100,000 باحث جديد عن العمل سنويا لسوق العمل الأردني، يستحدث الاقتصاد المحلي ما بين 30,000 و40,000 فرصة عمل فقط. هذا بالإضافة طبعا إلى توثيق وزارة العمل لفقدان نحو 8,300 وظيفة، بينما يشير المرصد العمالي إلى أن الرقم في الواقع أكبر من هذا بكثير. كما أن آلاف الشركات لجأت مؤخرا إلى تخفيض الرواتب بنسب متفاوتة بناء على قرارات حكومية سمحت لها بذلك.
على قارعة الطريق في منطقة وسط البلد القديم يفترش الأردني خالد ذو 50 عاما طاولة خشبية ليؤدي ألعاب خفة يكسب منها قوت يومه. غاب السياح في زمن الجائحة وقل مع غيابهم دخل خالد اليومي، فبات يصارع الفقر والعواز. أصبح الوضع صعب جدا بصراحة، يعني قوت يومنا في صعوبة بالغة، التزامات كثيرة والدخل كان شبه يعني معدوم. حال محمد بائع الأحذية لا يختلف كثيرا عن حال خالد، فهو أيضا فقد عمله بسبب الجائحة. الحمد لله رب العالمين صفر، يعني الأغلبية العظمى أنه اللي مش ما عليه دين، عفوا عليه دين لشركة المي لشركة الكهرباء، عليه مكسور أجار بيوت، مكسور عليه أقساط مدارس. تحت قبة البرلمان الأردني لم يخفي وزير المالية في خطاب الموازنة صعوبة الأوضاع الاقتصادية وآثار الجائحة على جميع أطراف المعادلة، مؤكدا سعي الحكومة لإجراء مراجعة لكافة القرارات والإجراءات المتخذة. من المهم مراجعة قراراتنا وإجراءاتنا لدراسة ما كان منها ناجحا في حماية الوطن والمواطن، وما كان يمكن عمله للحد من الآثار غير المرغوبة، حتى لا تؤدي هذه الأزمة المؤقتة إلى إلحاق أضرار مستدامة في الاقتصاد ينتج عنها فقدان الوظائف وتحول البطالة العابرة إلى هيكلية. مراقبون أكدوا أنه على الحكومة في الفترة المقبلة التوجه لتخفيض الإنفاق الحكومي وتخصيص دعم أكبر لدعم الأسر والقطاعات المتضررة لإنعاش الاقتصاد. أن تخدم القطاع الصحي واستدامته وقدرته على المواجهة، أن تخدم الحماية الاجتماعية والمطالبات الاجتماعية التي من الواضح أننا ربما نذهب لإغلاقات يترتب عليها هذا الشكل من الحماية لمن ستتضرر أعمالهم. ومع ارتفاع أعداد الإصابات في الأردن بفيروس كورونا تواجه الحكومة مأزق إقرار الموازنة في الفترة المقبلة والتوفيق بين إنقاذ الاقتصاد والحفاظ على الصحة العامة. فقر وبطالة وركود غير مسبوق في شوارع الأردن، أناس يبحثون عن لقمة عيش تبدو أقسى من جائحة حرقت الأخضر واليابس، ما يفرض على السلطات اتخاذ إجراءات سريعة من أجل تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والإنسانية. حيدر العبدلي، الحرة، عمان. نوضح الصورة أكثر مع ضيفنا من عمان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني عمر العياصر. مرحبا بك معنا أستاذ عمر. إذن عجز الميزانية معضلة معقدة، الحكومة تقر بصعوبة الحلول والمقترحات السريعة هي فرض المزيد من الضرائب، كيف تقرأ الواقع الاقتصادي في المملكة في ظل كل ما ذكرناه؟ يعني أنا بتقديري الواقع الاقتصادي في الأردن صعب ومعقد، والدليل على ذلك طبيعة الموازنة. يعني لو قرأنا بعمق طبيعة النفقات وكذلك الإيرادات سنشهد أن هناك أزمة بنيوية حقيقية في الاقتصاد الأردني، وإذا أردت أن تجسدي من خلال ملفات حياتية تستطيع أن تري أن قصة البطالة والفقر كلها معضلات حقيقية تقف بوجه الاقتصاد الأردني. راقبي معي مثلا أن النفقات العامة 65% منها رواتب وتقاعد، 10% خدمة دين، 17% تشغيل حكومة، يعني 92% أمر لا يمكن أنك تتلعب فيه أو تتحكم فيه، أصبحت قضية مهيكلة. يعني ولذلك حقيقة هذه الموازنة تؤشر مرة أخرى على أزمة حقيقية في الاقتصاد الأردني. هامش حركة النواب تصبح صعبة في اللجنة المالية وأيضا في إدارة هذه الموازنة وكذلك الحكومة، وبجوز ما قاله معالي الوزير محمد طيب. العسعس في رده على كلمات السادة النواب كان يعبر عن ذلك. طيب، ولكن أستاذ عمر، يعني الشارع يتساءل اليوم لماذا أقر مجلس النواب الموازنة بهذا الشكل في الوقت الذي يعرفون فيه كل ما ذكرته الآن، يعني نسبة العجز والظروف الاقتصادية في المملكة؟ يعني أنا بتقديري حتى لو عدت للأرقام التي أقر فيها مجلس النواب الموازنة، 54% فقط من النواب هم الذين ذهبوا باتجاه إقرار الموازنة. أنا باعتقادي خيارات رد الموازنة تحتاج إلى بديل، وعند ذلك قد لا يتوافر البديل لا لدى النواب ولا لدى الشارع كاستراتيجية مرحلة للتعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية. أنا بتقديري أن المسألة تحتاج إلى خطة أبعد من قصة موازنة سنوية، تحتاج إلى أن نبدأ خطوة الألف ميل بالتأسيس
لرؤية جديدة للاقتصاد الأردني. لكن لو كانت تملك الحكومة أو يملك النواب رؤية جديدة للتعامل مع أو حالة يعني خلاقة مبدعة للتعامل الآن مع موازنة 2021 لقدموها. لذلك هذا يفسر لماذا قام النواب بتمرير هذه الموازنة. الأزمة معقدة ومعقدة جدا وأكبر أحيانا من الحديث عن خليني أسميه هدم الموازنة وبناء أخرى. القصة ليست في الهدم، كان بالإمكان رفضها، لكن هل يمكن أن نبني موازنة أخرى في هذا التوقيت بهذه السرعة لل2021 بعد أزمة الكورونا وتكون مختلفة؟ باعتقادي لم تكن الإجابات واضحة عند النواب ولا يملكون مشروعا لذلك، فكان التمرير هو الخيار الأسلم. طيب أستاذ عمر، يعني في ظل الحديث عن يعني هذا الموضوع نتحدث عن ميزانية عاجزة، نتحدث عن 3 مليارات، إلى هذا الحد وصل العجز، يعني ما سبب تضاعف هذه الأرقام وهل لكورونا أثر في ذلك؟ أو يعني كورونا هي السبب الرئيسي في الوصول لهذا العجز؟ أزمة الاقتصاد الأردني كانت قبل الكورونا، وفي كل موازنة يكون هناك عجز. المشكلة في الموازنة الأردنية تتعلق بأنه دائما النفقات أكثر من الإيرادات. الكورونا عمقت الأزمة، ربما ضاعفتها وزادتها بطريقة أو بأخرى، لكن ليست الكورونا هي السبب الرئيسي. المشكلة بالاقتصاد الأردني بطبيعة تركيبته، وأنا بجوز من الناس اللي في كلماتي أمام في نقاش الموازنة أمام مجلس النواب تحدثت إلى أن هناك أزمة بنيوية في طبيعة الاقتصاد الأردني، طبيعة تركيبة الاقتصاد. الإيرادات معظمها ضرائب ورسوم، والواردات والنفقات معظمها رواتب، فهناك خلل وخلل كبير. هذا يفسر أنه في كل سنة من السنوات تأتي إشكالية عجز متراكمة. الكورونا زاد المسألة وعقدها وأصبح الاقتصاد الأردني يعني يعاني أكثر فأكثر، لكن خلينا نكون منصفين، هناك ما قبل الكورونا وأيضا الكورونا كان لها أثر في ذلك. العجز هي مشكلة المشكلات في موازنة الدولة الأردنية. متى سنخرج منها؟ هذه مسألة حتى الآن لا نرى أفق لذلك. لا نرى أن الحكومة تقدم حتى الآن مقاربات واضحة للبدء بتخفيف العجز في السنوات القادمة. لذلك يمكن القول أن الكورونا ساعدت، لكن المشكلة قبل ذلك بكثير. طيب أستاذ عمر، ربما نقطة إيجابية بالنسبة للمواطن الأردني اليوم هو أن مجلس النواب طالب بالابتعاد عن جيب المواطن، ولكن إن لم توجد حلول أخرى لهذه المعضلة وفي حال فرض ضرائب جديدة بالفعل وخفض المرتبات، ما الذي سيحدث للمواطن الأردني وقتها؟ وهل هناك خطة طوارئ للتعامل مع هذه الحالة؟ يعني أنا من خلال شاشتكم المحترمة بقول إنه لن يكون هناك خفض للرواتب، يعني هذه مجرد يعني إشاعات وتكهنات انتشرت. تم إقرار الموازنة ولا خفض للرواتب فيها، لا ضرائب جديدة فيها، والحكومة حينما قدمت يعني مشروعها لقانون الموازنة لا يوجد ضرائب جديدة في الموازنة، لكن أصلا الموازنة نعم ولكن على المدى المبيعات هذه على المدى القريب أو حتى الطويل إن لم توجد حلول، يعني في رأيك هل هناك حلول يعني ربما تنفي هذه الفكرة تماما من على الطاولة حتى في الأشهر أو الأعوام يعني المقبلة؟ يعني سأستشرف معك المستقبل، جيب الأردني لن يعود يحتمل مزيد من الضرائب، فلن يكون هناك ضرائب، لأنه هذا سيقود إلى توتر اجتماعي وربما اضطرابات اجتماعية، فبتقديري أن الضرائب أدخم الأردني ولا يستطيع أن يدفع المزيد. لكن هل هناك حلول أخرى؟ بتقديري على المجلس النواب وكذلك الحكومة التفكير بحلول أخرى. أنا مثلا من الناس اللي بطرحوا فكرة تعظيم فكرة الجيوسياسي، إعادة النظر في مخرجات التعليم، إعادة النظر في قصة تشجيع الاستثمار. لابد من التفكير بحلول أخرى يعني مختلفة بهذا الاتجاه. أما فرض ضرائب جديدة يساوي توتر اجتماعي وقلق في الشارع، لأن الأردنيين يدفعون معظم الإيرادات التي تأتي إلى خزينة الدولة الأردنية هي ضرائب ورسوم يدفعها الأردني، الفقير والغني على السواء، لأنه في عندنا شيء اسمه ضريبة غير مباشرة، ضريبة مبيعات يدفعها الجميع. فبتقديري على الدولة أن تفكر وأن لا تركن إلى فكرة المياومة والعمل بالقطعة وتترك الأمور هكذا. لابد من تفكير عملي، وأنا من الناس اللي دعيت كل السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى القصر إلى القدوم إلى مجلس الأمة والتفكير بمقاربة جديدة وانعطافة جديدة في لعبة الاقتصاد. كل الشكر لوجودك معنا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني عمر العياصرة، شكرا جزيلا لك. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء قمة لقادة العالم عبر الفيديو لمناقشة أثار تغير المناخ على السلام العالمي. القمة هذه تأتي بمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
طبعا تعقد هذه الجلسة بعد أيام فقط من عودة الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن رسميا إلى اتفاق باريس للمناخ. ومن المقرر أن يلقي جونسون الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن كلمة في هذه القمة، وكذلك أيضا المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري وآخرين. المؤكد علميا اليوم طبعا والغير قابل للنقاش هو أن التغير المناخي الناتج عن زيادة نسب الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي أصفر حتى اليوم عن ارتفاع واضح ومسجل في درجات الحرارة العالمية. استدعى هذا طبعا بطبيعة الحال وقفة عالمية للتصدي لهذه الظاهرة وتبني اتجاه خفض انبعاثات الكربون للوصول إلى ما يعرف بالحياد الكربوني أو صفر انبعاثات كربونية. لكن لا يمكن تحقيق صافي انبعاثات صفرية بدون مشاركة شركات النفط، إذ أشارت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير سابق إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عمليات النفط والغاز تشكل نحو 5.2 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. تعمل الشركات العربية على خطة واستراتيجيات تتيح لها عرض وتسويق منتجات منخفضة البصمة الكربونية وفقا لاتفاقيات وشراكات مع مجموعات بحثية حول العالم، حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني العام الماضي عن عرض إنتاج وشحن 40 طنا من الأمونيا الزرقاء السعودية إلى اليابان لاستخدامها في توليد الطاقة النظيفة، وهي صفقة توضح توجه الشركات العربية. الشركات الكبرى في العالم العربي سواء سابك ولا أرامكو ولا أدنوك ولا غيرها من الشركات الأخرى، هذه شركات عالمية وليس شركات محلية. لا يمكن أن نقيس مستوى التنمية داخل البلد أو مستوى التكنولوجيا داخل البلد بمستوى التكنولوجيا الموجود عند هذه الشركات. مستوى التكنولوجيا الموجود عند سابك وعند أرامكو لا يوجد في كثير من الشركات العالمية. نحن نتكلم عن شركات متقدمة جدا. نعم هي قادرة ولديها الآن، هم يقومون بدراسات عديدة وعندهم عدة براءات اختراع وعندهم أشياء كثيرة. نتذكر أن شركة مثل سابك لها فروع متعددة حول العالم. مؤشرات الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى انخفاض صافي الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 6% في العام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو أكبر انخفاض منذ 70 عاما من حيث النسبة المئوية، وهما يسبب خسائر بالتريليونات لشركات الطاقة والبتروكيماويات. فلستكون الشركات قادرة على الوفاء بإنتاج منتجات منخفضة الكربون أم ستلجأ لورقة دراسات الجدوى؟ عندما نتكلم عن هذه المنتجات، هناك منتجات نعم لها فوائد اقتصادية وهناك منتجات ليس لها فوائد اقتصادية. مثلا تكنولوجيا حجز الكربون الآن ما زالت تكنولوجيا صعبة، رغم أن هناك عشرات الشركات التي تحاول تطوير هذه التكنولوجيا وما زالت مرتفعة التكاليف. التزام شركات النفط بإنتاج منتجات منخفضة البصمة الكربونية يعود للعام 2016 بعد أيام قليلة من اتفاقيات باريس للمناخ أواخر 2015، وهي الاتفاقية التي وافقت الدول الكبرى على الاتجاه لأنشطة صناعية لا تؤدي لزيادة الانبعاثات الكربونية. ولكن التزامات الدول تصطدم بسعي الشركات نحو الأرباح السريعة والنظر لربحية المنتج دون الأخذ في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية لشركات النفط والبتروكيماويات. دعونا الآن نتعرف على خطط وسياسات الشركات الكبرى العاملة في مجال النفط، كيف تعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية. نبدأها بشركة بريتش بتروليوم البريطانية التي تعهدت بمعالجة نحو 415 مليون طن من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها، على أمل جعل الشركة خالية من هذه الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. أما شركة شل البريطانية الهولندية فلديها خطة لخفض الكثافة الكربونية في منتجاتها بنسبة 65% بحلول عام 2050، والنسبة المتبقية فتسعى لخفضها من خلال التواصل مع عملائها. ننتقل إلى شركة أخرى وهي شركة توتال الفرنسية التي تستهدف توليد طاقة متجددة بمقدار 25 جيجا وات بحلول عام 2025، كما تخطط لتخفيض 20% من استثماراتها الرأسمالية لمشروعات الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل. كانت شركة ريبسول الإسبانية أول شركة في القطاع تلتزم بالوصول بمستوى الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050.
كما أعلنت شركة إيكونور النرويجية عن طموحها للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2035، وتتوقع إنتاج طاقة متجددة بقدرة تتراوح بين 12 و16 جيجاوات بحلول عام 2035. معنا الآن الخبير البيئي السيد داود كاظم. صباح الخير عليك أستاذ داود. يعني طبعا هذه ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها معا في هذا الموضوع. في البداية ولمن لا يعرف، لماذا ما زلنا نتحدث عن الانبعاثات الكربونية حتى اليوم، ولماذا من المهم أيضا أن يستمر هذا الحوار؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على الاستضافة، وأرحب بك وبزميلتك وأيضا المشاهدين الكرام. الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع سيستمر، احنا تحدثنا ونتحدث وسيستمر الحديث عنه، لأنه العالم لحد الآن لم يلتزم بشكل كامل من ناحية الالتزام بما اتفق عليه في اتفاقية باريس. هناك كثير من المشاكل والمعوقات، من ضمنها يعني خروج أمريكا السابقة اللي كان واحد من المشاكل الكبيرة، علما أن أمريكا هي واحدة من أكبر الدول اللي تسبب في التلوث للمناخ وأيضا تسبب في التغير المناخي. هذا واحد من الأسباب. والأسباب الأخرى كما نشوف أنه التغير المناخي لم يتوقف تأثيره وتفعيل وفعاليته على مستوى الكوكب ككل. نشوف أنه على سبيل المثال إحنا هذا الشتاء اللي قاعدين في الإمارات لم نشاهد قطرة من المطر نزلت علينا. يعني هذه واحدة من المشاكل الظاهرة والملموسة لكل الأفراد. نشوف في مناطق أخرى ثلوج ما شهدتها الثلوج قبل 50 عام مثل إسبانيا وغيرها، يعني وهناك أيضا سيول وأمطار. يعني تعد شركات النفط أكثر مصادر الانبعاثات الكربونية على كوكبنا، يعني بنسبة تقدر ل 15% من مجموع الانبعاثات. الكثير من هذه الشركات وعدت بتخفيض هذه الانبعاثات الكربونية إلى ما نسبته الصفر، يعني هل هناك آلية للوصول لهذا الرقم؟ طبعا الوصول إلى هذا الرقم أعتقد أنه هو شوية يعني غير ممكن التحقيق، خاصة أنه عن أي شركة احنا نتحدث، يعني هل الشركات البريطانية أو الأمريكية أو غيرها من الشركات القوية والفاعلة في السوق. بعدين المسألة الأساسية هو في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ، هي ما بس شركات النفط، حتى المصانع، حتى المشاريع السكنية، وأيضا سلوك الأفراد باستخدام وسائط النقل الفردية. يعني كثير من المسائل لها، يعني هي باكج كبير، كل جزء من هذا الباكج إلى نسبة كبيرة من المساهمات. لذلك التحول من الوقود الضار بالبيئة إلى الوقود الصديق للبيئة بأي مختلف المسميات. يعني آخر تقرير طلعت عليه وجاني فيديو عنه هو استخدام الهيدروجين على شكل عجينة وإضافة الماء بدل الوقود الأحفوري كنوع من أنواع الطاقة المستخدمة في السيارات، وهذا حيلغي أيضا يعني حتى السيارات الحديثة الكهربائية والسيارات. طيب ما هو حجم هذا دور الطاقة المتجددة، يعني التي ذكرت بعض أمثلتها في التخلص من الانبعاثات؟ الحجم الآن لا زال متواضع بس يزداد. يعني كثير من الدول وضعت أهداف مستهدفات إلها للوصول إلى حوالي 50% أو أكثر من 50%، والخطوات ماشيين بها بشكل صحيح وبشكل جيد، وهذا يعني يعطينا نوع من الأمل بأنه التحسن في المناخ سيكون واعد، بس مو بذاك الكم الهائل، لأنه عدد السكان
تغير المناخ أيضا يرتبط بعدد السكان، فعدد السكان نحن مقبلين على 9 مليارات بعد حوالي 20 سنة، يعني ممكن أن نوصل هذا الرقم بشكل سهل. 9 مليارات الآن، إحنا في 7 مليارات وده نشوف الكوارث اللي ده نلمسها يوميا في مختلف العالم، فما بالك إذا صارت 9 مليارات العدد. فالنشاط البشري هو واحد من الكوارث اللي سببت كل المشاكل البيئية. طيب يعني في هذا الصعيد بالتحديد، ما هو دور الحكومات في وضع قوانين تمنع الانبعاثات الغازية؟ القوانين الحمد لله، يعني قوانين وقرارات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي أصبحت الآن مو بس جاهزة بس مشرعة وأيضا موجودة. بس المشكلة الأساسية في أي قانون هو تطبيق القانون. تطبيق القانون مهم جدا، ولذلك لابد من توعية الناس وإلزام الناس في الالتزام بالقوانين والتشريعات والمعايير اللي وضعت من أجل تحسين البيئة ومن أجل سلامة وصحة البيئة وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية لأجيال المستقبل. إحنا الآن نستنزف من الموارد بشكل شره وبشكل يعني لن يبقي لأجيال المستقبل مجال للعيش. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا الخبير البيئي الدكتور داود كاظم، شكرا جزيلا لك. وصلنا بهذا مشاهدينا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. لا تنسوا أن تراسلونا بأرائكم على مواقع البرنامج.